السلام عليكم، معكم يوسف مورو، 17 سنة من مدينة مكناس. شاركت في جيفوي ديال اوسي فوت مع غريزمان، والحمد لله البارح كنت توصل باللي راه ربحت هذه الجائزة اللي هي غوداس بيما اولترا من عند غريزمان، مسنية منه، وهذه فرحة كبيرة وشي حاجة اللي ما كنتش كنتصورها بالنظر للمشاركة ديالي، حيت ما كنتش كنتصور انه غادي نربح هذا الشيء، وخصوصا انه بزاف ديال المتتبعين ديال اوسي فوت ولي فان ديال غريزمان كتلقاهم من فرنسا من اوروبا، وقليل فين تقدر تجي في المغرب. ولكن كنشكر بزاف اليوتيوبر اوسي فوت اللي سميتو اسامه، مغربي، وتا هو كيمثل المغرب باحسن صوره، و يعني كيشرفنا انه يوتيوبر بحال ديك القيمه وديما كيكون حاضر في كومبيتيسيون الكبار بحال لورو دابا نيش، وشرف كبير ليا انني يكون عندي كونتاكت معاه، وشرف كبير لينا كاملين انه يوتيوبر مغربي كيريبريزونتي البلاد احسن ريبريزونطاسيون. والحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، ومازال عاوتاني الخير لك. هو ضروري راه ما شفت الميساج ديال اليوتيوبر صافي مشيت عند الوالد والوالده فرحوا. في الاول الوالد ما كانش متيق، ولكن الوالده كانت متيقه، صافي حتى وريتو الفيديو وفهمت له شنو كاين، حتى هو فرح، وخصوصا انه ما كانش متوقع. الحمد لله وشكر لله، فرحت الوالدين وفرحت راسي هو الاول، وفمشي هادي مفخره لمدينه مكناس ومفخره ليا ولعائلتي، الحمد لله وشكر لله. كنلعب في الاتحاد الرياضي المكناسي لو سي ام، كلعب تسعود اتاكو. غريزمان راه كنعرفو من 2016، مني خسر الفينال ديال تشامبيونز ليغ مع الريال، وكان لورو ديال 2016 حتى هو خسر الفينال ضد البرتغال، ومني كان في الاتليتيكو، وخصوصا من بعد ما جا للبارسا عشان انا بارساوي كان كيعجبني بزاف، والتونيات ديالو شريتهم، يعني وشرف كبير. كتشوف اللعاب اللي كتفرج فيه وكتفرج في الفيديوهات ديالو في الهايلايتس ديال البيوتا ولي زاسيست كتفرج فيهم في يوتيوب، و نجم كبير بزاف يجي دابا عندك كادو غودا سامس نية من عنده، احسن حاجه الحمد لله. اللي كيلعب به الحذاء اللي كيلعب به، لا شحال كيلعب سنه 43، ولكن هو ما عرف صراحه، حيت دابا بحال قلتي داك الكوداس يا اما غنخليه عندي في الدار نعلق في بورتري، ولا الا شفت بلي نقدر نلعب به غنلعب به، ولكن غالبا غنخليه سوفونير كش بقى ذكرى زوينه بزاف. شي الا لعبش به يمكن نضيعو، يمكن حتى ديك السينياتور غتمشي ضروري. عاوتاني راه حتى لا فالور ديالو راه كبيره بزاف. هو كنتمنى نكون لاعب كبير ان شاء الله، و كاين امنيه الاولى لعب مع الوداد الرياضي، فرقه اللي كنت كنتمنى نلعب معها من الصغر، و الى ما تكتشف الامر ان شاء الله نحترفوا في البطوله الوطنيه، وان شاء الله الامنيه الثانيه هي الاحتراف في اوروبا، ومن بعد المنتخب الوطني ان شاء الله. لا لا العكس العكس، ولكن الحمد لله ما عنديش مشاكل مع جمهور الدراجة عادي، بالعكس مش كناخذ الامور بالضحك وباللعب، ما كنتعصب ما والو الحمد لله. هل الاصدقاء ناس من برا؟ لا ضروري الاصدقاء حتى هما تصدموا، اش كيعرفوا هما اليوتيوبر كيتفرجوا فيه، شي لي جون كيتفرجوا فيه، و باركوا ليا العائله خلاص، من غير الوالدين وخوتي راه حتى واحد ما ساخ الخبر، ولكن صحابي هما اللي عارفين بالضبط ديك الجائزه لا فالور ديالها. لما انت ديال الجائزه وكان ديال الجائزة ديال الساكنة ديال مكناس والمغاربة كاملين، حيت صعيب بزاف انك
انه شي واحد يربح بحال هذا الشيء، هذا الشيء اللي كنعتقد. ولكن راه كيف ما كان راه حاجه كبيره وحاجه اللي كتريبريزونتي مدينه مكناس، كتريبريزونتي المغرب كامل. وداك التشجيع انك تحفيز لا ضروري كان صراحه. ولاد الصغار خصهم مثل هذه المسابقات مزيان يداروا بحال لا مزيان يداروا، وزيد عليه اصلا ديما كيداروا. غير هو حاجه واحده اللي نقدر نقول هو امنوا بالحدود ديالكم، حيت انا راه مشيت لديك المسابقه داخل خاسر زعما صافي، ما كنتش كنتوقع كاع بلي غنربحها. جاب بالصدفه البارح كنلقى ميساج راك رابح التوني ديال الكوطاس ديال كريزمان، فرحت صافي. بديت كنجري بديت كنجري في الدار صافي. اول مره في حياتي ماشي اللي غنقول امنوا بالحدود ديالكم، الا كانت شي حاجه بلا ما تقولوا لا راه ما غنربحش وكذا وهذا الشيء صعيب، بالعكس توكلوا على الله بسم الله واللي فيها خير راه هي اللي غتكون. كنبغي نشكر اليوتيوبر وسي فوتي اللي صراحه هضر معايا مزيان و صيفط ليا الكوداسا، شكرا ليه بزاف. كيريبريزونتي المغرب، لا مازال كيريبريزونتي المغرب احسن صوره. وكنشكر عاوتاني غريزمان، ميرسي بوكو بوغ سو كادو. وكنشكر عاوتاني شوف تي في اللي انتريسي بهذا الموضوع هذا، وشكرا لكم بزاف حيت حاجه اللي زوينه وحاجه اللي تشجع كتشجع بنادم وكتشجع عاوتاني لي جون. وشكرا لكم بزاف على الاستدعاء، شكرا لكم بزاف. و كنقول الوالدين راكم معزال، هاد التحلام غوري داك كنت ديريه وكان الامازيغي. يلا سير انا ميساج. يلا الوالدين داك كنت ديريه هاد التحلام غوري، شكرا اشكو تيامي النيريخ، شكرا اشكو تيامي اني احتاج غني خصان كون تم مشي دغيا دي خصاد اتلي العلاقه بين كين دي ناستين غير نسالني وحلان اتحلم وتكوني ات ان شاء الله وتكوني التيسين ما يدغنيش شر، وكان نجمع ديال ان شاء الله يشنطه وقت يحلم.